drug therapy of cough. الكف من الأعراض المصاحبة لكثير من أمراض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، وهي مظلومة دايما في الامتحانات لأن الأسئلة فيها قليلة مع إن هي أهميتها كتيرة. الكف ما هيش نوع واحد، الكف 3 أنواع بنقسمهم على حسب السبيوتم اللي موجود معاهم. أول نوع هو البرودكتيف كوف، كلمة برودكتيف يعني كحة معاها بلغم بتبروديوس سبيوتم. السبيوتم ده ممكن يبقى فيسيد سبيوتم، فيسيد يعني بيلزق زي ما احنا شايفين في الصورة تخين، وفي هذه الحالة احنا عايزين نصلح المشكلة. ايه الأمراض اللي بيصاحبها كوف وذ فيسيد سبيوتم؟ كورونيك برونكايتس هي البرونكايتس المصاحبة لشرب السجاير، لما بتفضل لمدة طويلة زي ما باين في الرسمة دي النورمال الفيولاي، بتبتدي يحصل ديستراكشن للسبتم بين الالفلر والالفلس اللي جنبها، وتفتح تبقى كيس كبير. الكيس ده بيحتفظ بالهواء وما يقدرش يخرجه اثناء الاكسبيريشن، فالشيست يتنفخ. دي هي الانفيزيما. النوع التاني اللي معاه فيسكاس سبيوتم هو الاثماتيك برونكايتس. اثما يعني ربو، اثماتيك برونكايتس يعني في التهاب في الشعب مع وجود اعراض الربو، الشعب بتضيق ويبقى جواها سبيوتم. النوع الثالث البرونكيكتسيس. برونكيكتسيس، اكتسيس يعني يتسع. برونكيكتسيس في اجزاء من البرونكيولز بتبتدي تتنفخ وتتملي صديد ومعاه سبيوتم. النوع الرابع سيستيك فايبروزس. السيستيك فايبروزس ده مرض كونجينيتال بيتوارث، بيحصل فيه زي الاسم ما بيقول في فايبروزس وفي سيست مليان سبيوتم، وده ما بيأثرش فقط على التشيست لكن بيأثر كمان على أجزاء أخرى من الجسم زي البنكرياس. نرجع ليه السبيوتم. السبيوتم ده تركيبته زي ما مكتوب وباين في الرسمة، سلفيتد ميوكو بوليساكارايد. سلفيتد ميوكو بوليساكارايد يعني فيه كذا نوع من البوند. البوند الاولانيه بين 2 جلايكوسايدز وبعض، فاسمها جلايكوسايد بوند بين الاجزاء السكريه، والبوند التانيه ما بين 2 سلفر وبعض فاسمها داي سلفايد بوند، والبوند التالته موجوده ما بين NH2 من ناحية و COOH من ناحية تانية، فهي أمايد بوند أو بيبتايد بوند. وأيضا في بوند ما بين النيوكليوسايد، نيوكليوسايد بوندز. عشان أخلي السبيوتم ده مش فيسد لازم أكسر البوندز دي. الأدوية اللي بتكسر البوند هي الميوكوليتكس. الميوكوليتكس دراج بتقلل الفيسكوستي بتاعت الميوكس بانها تكسر البونس اللي مخلاه فيسكس. اول مجموعة وافضل مجموعة اللي فيها البروموهوكسين الشهير بالبايسولفون والامبروكسول، الدوايين دول بيكسروا الجلايكوسايد بوند، بيعملوا دي بوليمرايزيشن للبوليساكارايد. بعديهم في الاسيتايل سيستاين والكربوسيستاين اخوه، دول لان فيهم سيستاين فهم بيكسروا الاس اس بوند. في الحقيقه الاسيتايل سيستاين فيه عيوب ان هو اريتانت، وان لو العيان بياخد مضاد حيوي فيه بنسلين بينكتيفيت البنسلين، فبنفضل عنه الكربوسيستاين. لكن الكربوسيستاين في منه انجكشن، ودي لها استخدام تاني خالص بعيد عن الكحة
في علاج المريض اللي حصل له تسمم من الاسيتامينوفين او الباراسيتامول. اللايف سيفنج في الحالة دي ولازم يتاخد في اول 24 ساعة هو الاسيتايل سيستاين. النوع الثالث الكيموتريبسين. الكيموتريبسين اللي بيكسر الببتايد بوند. الكيموتريبسين استخدامه كدواء كحة قليل جدا، ولكن في منه انجكشن وفي منه اورال. الاورال زي الالفانترن هو ده اللي بنستخدمه بكثرة، وبيستخدمه دكاترة العظام في علاج اي انفلاماتوري كونديشن بيصيب المفصل، لانه بيقدر يكسر البونز اللي موجودة ما بين الفلويد اللي جوه المفصل. في كمان دواء تاني اللي بيكسر البوند اللي ما بين اتنين نيوكليوسايد اللي هو الدورنيز. الدورنيز ده نازل مينلي عشان علاج السيستيك فايبروسس. نيجي النوع التاني من انواع السبيوتم. السبيوتم تكوينه طبيعي ولكن كميته كبيرة. كاف with excessive sputum دي بتحصل غالبا في الاكيوت برونكايتس، في انفلاميشن حصل في البرونكاي، وهذا الانفلاميشن من الاريتيشن صنع لي كمية ميوكاس كبيرة. انا بحتاج ان انا اقرش السبيوتم ده برا. الادوية اللي بتقرش السبيوتم برا اسمها الاكسبكتورانت. اكس يعني اوت وبكتورس يعني تشيست، فهي ادوية طاردة للبلغم بعكس الميوكوليتك كانت مذيب للبلغم. الأدوية الإكسبكتورانت هتحاول تساعدني بأنها تستيميوليت الكحة عشان تطلع الإكسس سبيوتم. عندي منها ثلاث أنواع. نوع اسمه ألكالين إكسبكتورانت زي الصوديوم أسيتيت والبوتاسيوم أسيتيت أو أي ملح في الالكالاين سايد بتاعه قوي زي الصوديوم والبوتاسيوم، والاسيديك سايد بتاعه قوي زي الاسيتيت او البيكربونات. في الحالة دي الملح ده بيغلب عليه الصفة القاعدية. لما اشرب العيان الالكالاين اكسبكتورانت بتعمل لي الكالوزس في الدم، والجسم يحاول يتخلص من الاكسس الكالي بانه يرميه في السكريشنز بما فيها الميوكاس سكريشن، فيزود الميوكاس سكريشن، يزود الووتر كونتنت بتاعت الميوكاس سكريشن، فيساعد على ان الجسم يطلعه بسهولة. عيب الالكالين اكسبكتورانس ان هي بتعمل لي الكالوزس او بتغير البي اتش بتاعت السبيوتم. يبقى النوع الاولاني خلى الصوديوم والبوتاسيوم يترموا في الميوكس والووتر تبعت الصوديوم بالاسموزس. لما زاد الووتر كونتنت بتاع السبيوتم الجسم قدر يطلعه بسهولة. النوزيانت اكسبكتورانت هي مواد اريتنت زي الامونيوم سولت املاح النشادر، وزي الابيكاكوانا الشهير بالابيكاك او عرق الذهب، وزي الجوايفينزين اللي جاي من نبات الجوافة. النوزيانت اكسبكتورانت بتعمل نوزيا، نوزيا من غير ما توصل لدرجة الفوميتنج، والنوزيا دي بيصاحبها زيادة في افرازات الجسم تحسبا لحدوث الفوميتنج، ومن هذه الافرازات افرازات الجهاز الهضمي. ادي صورة امونيوم سولت زي دواء السيدالين، دواء كحة مشهور في مصر، وادي الايبيكاكوانا او الايبيكاك سيرب، وادي الجوايفينزين بيتضاف على ادوية الكحة العادية. الادوية دي هتزود الوتر كونتنت بتاع الميوكس، انها بتيريتيت الجاستريك ميوكوزا، والرفلكس اريتيشن يزود الوتر سكريشن. بس فيها عيب ان لو زادت الاريتيشن عن درجة معينة تخلي العيان يفوميت، ولهذا السبب لما تتاخد لازم يتشرب وراها كوباية مية عشان اقلل الاريتيشن بتاع الجهاز الهضمي. النوع التالت الستيمولانت اكسبكتورانس. الستيمولانت اكسبكتورانس
دي بتبقى اغلبها فولاتايل اويل زي المنثول زي الكريوزوت زي الجويكول. الفولاتايل اويلز بتشتغل اكسبكتورانت من غير ما تزود الووتر كونتنت، هي بتستيميوليت الريبير بتاع الميوكس جلاند عشان تطلع لي نوعية جيدة من الميوكس. وفيها فايدتين تانيين، الفايدة الاولانية انها انتي سيبتك لانها بتقدر تموت الميكروبات اللي موجودة في السبيوتم، والفايدة التانية انها دي اودرانت بتضيع الريحة السيئة اللي مدية الطعم السيء للميوكس. النوع الثالث من الأدوية هي الأدوية اللي هتشتغل حاجتين اكسبكتورانت وميوكوليتك في نفس الوقت، ودي بتشمل نمرة واحد المية. لو جبنا مية وغليناها وشممنا شلعيان بخارها، وياريت نكون حاطين فيها حاجة اسمها تنكيتشر بنزواين كو أو صبغة الجاوة، بخار المية اللي بيدخل فيه الجهاز التنفسي بيساعد على الاكسبكتوريشن، والمية بتتغلغل من ما بين جزيئات الميوكس وتساعد على الميوكولايسز، والمية هي أفضل اكسبكتورانت. المجموعة التانية اللي بتشتغل اكسبكتورانت وميوكوليتك هي مجموعة أملاح الأيودايد زي البوتاسيوم أيودايد والصوديوم أيودايد، هي ألكالين اكسبكتورانت لأن الجزء القاعدي فيها أو البيزك هو الصوديوم أو البوتاسيوم، وده الألكالينتي بتاعته عالية، وهي أيضا إيريتانت اكسبكتورانت فبتشتغل نوزيا، بتعمل نوزيانت اكسبكتورانت زي أدوية الإيبيكاك اللي خدناها قبل كده. الأيودين كونتنت اللي فيها إيريتانت. وتالت فايدة فيها إنها ميوكوليتك لأن الأيودين بيديناتيوريت البروتين كونتنت بتاع الميوكس، والديناتيوريشن بيسهل على الجسم الدايجيشن بتاع الميوكس. الاستخدام الوحيد بتاعها في الكورونيك نون تيوبركولوس برونكايتس، لا تصلح في الكورونيك برونكايتس بتاعت السجاير في بتاعت التي بي، لان الانفكشن هنا بيبقى معاها فايبروزس محوط التي بي، وانا ما احبش اكسر جزيئات الفايبروزس بالديناتوريشن افكت بتاع الايودايد. ولا تصلح في الاكيوت او الازماتيك برونكايتس لان الكحه دي بيبقى معاها اريتيشن، والاريتيشن بيزود البرونكوسبازم. تالت نوع من الكحه هي الكحه اللي ما معهاش بلغم، الدراي او الاريتانت كوف، هنا بيبقى فيه دامج للميوكس ممبرين، بيموت اجزاء من الميوكس ممبرين، وتتعرض الدينيودد نيرف اندنج اللي في الصاب ميوكوزا للوسط او الانفايرمنت المحيطه، يحصل لها ستيميوليشن تعمل كحه شديده، والكحه دي ما معهاش بلغم. دي بتحصل عاده لو الاكيوت برونكايتس كانت سيفير. هنا عندي الكحة حصلت نتيجة ريفلكس، الريفلكس ده له ريسبتورز غالبا هي في اللنج، لكن ممكن تكون الريسبتورز دي في أي مكان تاني، يعني ممكن واحد عنده التهاب في الزور يكح لأن الريسبتور اللي في الميوكاس ممبرين بتاع الأورال ميوكوزا بدت الكحة. أيضا ممكن تيجي من الودن، لو في طفل صغير حط حباية رز في ودنه يفضل يكح ما يبطلش. الستيمولس بتطلع من الريسبتورز دي في افرنت، والافرنت ده يطلع ليه الكاف سنتر في المظله، والكاف سنتر يرد في الافرنت للديافراجم والريسبيراتوري ماسل اللي بتنشيت الكحه. عشان اوقف الكحه انا محتاج ادويه توقف الريفلكس ده، هذه الادويه بسميها الانتي تصف او مهدئ السعال. عندي أدوية بتشتغل سنترال على السنتر بتاع الكحة، وعندي أدوية بتشتغل بريفرال على الميكانيزم اللي بيستيميوليت الريسبتور. نبتدي بالسنترال أنتي تصف. أقوى سنترال أنتي تصف هو الأوبيويد، لكن الأوبيويد فيها مشكلة، فعملت أدوية بتشتغل نون أوبيويد ما تعملش المشكلة بتاعة الأوبيويد وهي الأديكشن. النون أوبيويد دي
عندي منها حاجات اوفر ذا كاونتر دراج زي الانتي هيستامينيك. الانتي هيستامينيك ده بيعمل سي ان اس ديبريشن بما فيها ديبريشن للكوف سنتر، بس في عيب ان الاوفر يوز اوف انتي هيستامينيك يخلي العيان سيديتد وعايز ينام، وفيها الكاربيتابينتين ده ايضا نون اوبيويد وله اتروبين لايك اكشن زي الانتي هيستامينيك، ايضا ليها اتروبين لايك اكشن، ده بينشف الريق بتاع العيان. المجموعه التانيه هي مجموعه الاوبيويد. لو اضطريت استخدم الاوبيويد يا ريت لو اقدر استخدم اوبيويد ما بيعملش ادكشن، واشهر واحد ما بيعملش ادكشن هو الدكستروميثورفان الشهير بالتوسيلار. فيه مايلدي ادكتيف زي الكودايين، وده بيديني ميزة عن الدكستروميثورفان رغم انه بيعمل شوية ادكشن، ان هو كمان انالجيسك. لو العيان كانت الكحة مع صداع زي ما بيحصل فيه نوبات البرد يفضل الكودايين على الدكستروميثورفان. بينما الادوية الاوبيويد زي المورفين انا محبش استخدمها الا لو كان في مبرر لاستخدام الاوبيويد، يعني في الكحة اللي معاها كانسر لانج. نيجي بقى الادوية اللي بتشتغل بريفرال. الادوية اللي بتشتغل بريفرال هي ادوية بتقلل الاستيميوليشن بتاع الريسبتورز، بتقلل الانبوت السنسوري زي اللوزنجز. اللوزنجز بتبقى دي مالسن، لو العيان عنده التهاب في زوره ممكن بيمص لوزنج زي الاستريبسيل الشهيرة، فتقلل الانبوت اللي جاي من الدامجد اورال ميوكوزا. وممكن البرونكو دايليتورز لو العيان كان عنده برونكو سبازم، والاحتكاك بين جذر الشعب في البرونكو سبازم هو اللي بيستيميوليت النيرف اندنج. ممكن اسيب الاستيمولس زي ما هو واعمل اناثيزيا للاسترتش ريسبتور اللي بتنقل الاحساس بالاريتيشن. اللوكال اناستيتيك اللي بستخدمه اسمه بنزوناتيت، وده فيه ميزة انه بيشتغل سنترال وبريفرال، ولكن فيه عيب كبير جدا ان الاكشن بتاعه ديليد بياخد اسبوع على ما يبتدي. عندي بقى أدوية جديدة ابتدت تظهر وتبقى بروميسنج. عندي النيو أوبيويد زي النوشيسبتين والأورفانين اف كيو. ده متسمي بالاسم ده، وده طريقة حاجة غريبة للتسمية، لأن في ناس سموه نوشيسبتيف وفي ناس اكتشفوه في نفس الوقت سموه أورفانين اف كيو. الاف كيو ده بترمز للأمينو أسيد اللي في أوله اللي هو الفينايل ألانين، والأمينو أسيد اللي في آخره اللي هو الجلوتامين. وفي اللغة بتاعتهم بتتكتب الفينايل ألانين بالإف مش بالبي اتش، والجلوتامين بيتكتب بالكيو. ده بيشتغل أجونس لأوبيويد لايك ريسبتور 1 ORL1. الأوبيويد ريسبتور هي 1 و2 و3، 1 اللي هو كنا بنسميه زمان الدلتا، و2 اللي هو الكابا، و3 اللي هو الميو. الريسبتور دي ما هياش اوبيويد ريسبتورز ولكن اوبيويد لايك ريسبتورز. في كمان نيوروكاينين ريسبتورز، دي لسه في مراحل التجربه زي الاس ار 48968، وده بيشتغل انتاجونست للنيوروكاينين 2 ريسبتورز. وفي البراديكاينين 2 ريسبتورز ايضا زي الاكاتيبانت، والاكاتيبانت ده واخد ابروفال لعلاج الانجيو اديما اللي بتحصل من الاس انهيبيتورز. فهذا الدواء يصلح لعلاج الكحة اللي بتصاحب الاس انهيبيتورز. في ادوية بتشتغل على البروستاجلاندينز اسمها البروستانويد زي السولينداك، ده ايضا ممكن استخدمه ان انا امنع بيه الكحة اللي جاية من الانجوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز، لان بيبقى سببها زيادة في البروستاجلاندين. وفي الاندوميثازين النون استرويد الانتي انفلاماتوري دراج الشهير، ده بيصلح في علاج الكحة بتاعة الكرونيك برونكايتس. عندي ادوية تشتغل
ايونت شانل اجونست، بتفتح الايونت شانل. في ايونت شانل اسمها كولد اند منثول سينستيف ريسبتور السي ام ار 1، الاجونست بتاعها هو المنثول، واحنا اتكلمنا على المنثول قبل كده كستيمولانت اكسبكتورنت، فهو ايضا انتي تصف. وفي البوتاسيوم شانل اوبنر زي البيناسيديل اخو الماينوكسيديل، وهذا الدواء كان ابروفد فقط لعلاج الهايبرتنشن، لقيناه بيجيب فايدة في مرضى الكحة.